غريبة تحكيمية بأتم معنى الكلمة صارت اليوم في مباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس أفريقيا للأمم أمام المنتخب المالي. ما حدث اليوم هو مهزلة تحكيمية ولكن تطرح أكثر من تساؤل، لأن الحكم الزامبي جاني سيكازوي كان قد أعلن عن نهاية المباراة قبل تقريبا 20 ثانية من نهاية الوقت الأصلي دون أن يحتسب الوقت البدل الضائع. ثم عندما عاد إلى حجرات الملابس اعترف بالخطأ، ويبدو أنه كان تحت تأثير صحي نظرا للصور التي تمت إعادتها فيما بعد. الصورة ظهرت تقريبا في الدقيقة 79 بالضبط. الحكم يشير إلى الحكم الكونغولي الحكم الرابع مارتينيز باحتساب 5 دقائق كوقت بدل ضائع، وهنا يبدو أن الحكم في الدقيقة 79 كان يتهيأ له في الساعة أن ينظر في الدقيقة 89، لذلك احتسب 5 دقائق. صارت لخبطة على مستوى القرارات التحكيمية دون أن يحتسب الوقت البدل الضائع، لأن هناك وقت محتسب على الأقل كان يكون في الكاد يعني في المباراة أن نتحدث عن 8 دقائق باحتساب ضربة الجزاء الأولى الثانية العودة في الفار حتى في الورقة الحمراء. مع التغييرات التي صارت في المنتخب المالي والمنتخب التونسي يبقى التساؤل المطروح الآن، كيف سيقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرار هذه المباراة؟ على الميدان 1-0 للمنتخب المالي، المنتخب المالي الذي عاد الى ارضية الميدان بعد تقريبا نصف ساعة من الجدل اخذ ورد في حجرات الملابس. يبدو ان المنتخب المالي كان يدرك ان هناك قرار اداري قد يصدر من الاتحاد الافريقي لكرة القدم اذا رفض العودة، ولكن المنتخب الوطني هو الذي رفض العودة الى الميدان. يبدو ان هناك احتراز قام به الاتحاد التونسي لكرة القدم. لا ننسى أن رئيس الاتحاد التونسي هو عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. جدل يطرح يجعلنا نتساءل، كرة القدم الأفريقية دائما ما تحصل المهازل، ولكن يبدو أن في التاريخ هذه أول مرة في تاريخ كرة القدم الحكم يعني ينهي المباراة قبل 20 ثانية من وقتها الأصلي دون أن يحتسب الوقت بدل ضائع. سنتابع التطور وأكيد ننتظر القرار النهائي، هل ستنهزم تونس في المباراة أم أن للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرار آخر ممكن يصل حتى إلى إعادة المباراة. ولو أنه بين ظفرين وأختم، أنه دائما صعب في الدورات القارية أن نشاهد إعادة مباراة نظرا لضغط الرزنامة خاصة على مستوى دور المجموعات.